قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. لم يعد خفيا على الشعب السوري لا بل وعلى العالم ضلوع الكيان الصهيوني الغاشم بما يجري في سوريا من مؤامرة تستهدف أرضها وشعبها. منذ بداية الأزمة عرف هذا الأمر، والآن بدأت تتكشف الخيوط خيطا تلو الآخر. وباعتراف قنوات إعلامية عربية وغربية، رصدت قناة فوكس نيوز الأمريكية جنودا إسرائيليين يغادرون الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة بحسب قولها. هذا المدعو ومن خارج الأراضي السورية يدعو من سماهم الجيش الحر إلى التوجه لمنطقة القصير، المنطقة التي عثر فيها على عربة إسرائيلية يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم ضد الشعب والجيش السوري. هبوا يا كتائب الثورة والجيش السوري الحر لنجدة القصير وحمص والوعر. رصدت قناة فوكس نيوز الأمريكية جنوداً إسرائيليين يغادرون الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة بحسب قولها. فكل رصاصة ترسل إلى القصير وحمص ترد غازياً معتدياً يريد أن يعيد سوريا إلى عصر الخوف الذي انقضى إلى غير رجعة. من تدعو أنت وإلى أين وضد من؟ وفيما لو أردت دعوة من تريد إلى ما سميته جهاد، فهناك أراض عربية مغتصبة من قبل كيان غاشم أثبت وللمرة الألف أنه لا يريد خيرا لهذه الأمة. وكان آخر دليل على تورطه في الهجمة على سوريا وجود عناصر كوميندوس وآليات صهيونية في نفس المنطقة التي تدعو أنت إلى الذهاب إليها. فلا هنيئا لك اصطفافك إلى جانب الجنود الإسرائيليين، يقول لك السوريون. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.